حول هذا الموضوع يسرنا أن ينضم إلينا عبر الهاتف السيد خالد نجيبي النائب الأول لرئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين. أهلا بك في نشرة الثالثة. في إطار قيادة ولي العهد لفريق البحرين ورؤيته في تحقيق الإنجازات ومواصلة التنمية، هل تحدثنا عن أهم ما قامت به الغرفة نحو التوجهات الوطنية لتحقيق الأثر وزيادة مساهمته في الاقتصاد الوطني لهذا العام؟ الله يمسيكم بالخير وشاكرين لكم الاستضافة واهتمامكم، الله يطول عمرك. في الحقيقة أن غرفة البحرين وفي إطار دورها الداعم لقطاع الأعمال وتعزيز دوره ومساهمته في نحو الدعم الاقتصاد الوطني ورفع مساهمته في الناتج المحلي وفي مسارات التنمية الاقتصادية، سعت أهدافها ومبادراتها في دورتي 29 و30 إلى تعزيز ودعم التوجهات الوطنية لتعزيز إنتاجية القطاع الخاص وزيادة مساهمته في الاقتصاد الوطني، بما مكنها من رفع مساهمته في الاقتصاد الوطني في الفترة الأخيرة من 42% إلى ما يعادل 69%. ولعل تنوع المبادرات التي قدمتها الغرفة والتي تجاوزت 190 مبادرة ما بين دعم مباشر للقطاع الخاص كما شملت تأجيل أقساط القروض المستحقة على الشركات والتنسيق مع الحكومة الموقرة حول الحزم المالية والاقتصادية التي وجه بها عاهل البلاد المعظم إبان انتشار الجائحة بقيمة 4.3 مليار دينار بحريني، ومن ثم قرار تمديد مبادراتها للتعامل مع انعكاسات جائحة كورونا لتحقيق أقصى درجات الاستفادة للقطاع الخاص. كذلك يعني كان من المفرح والمبهج من زيارة صاحب السمو الملكي أمير سلمان بن حمد لغرفة البحرين وإلغاء تصريح المرن وإلغاء رسوم استرداد الكلفة تكلفة البنية التحتية، فضلا عن مطالبتها برصد أثر الاستثمار الأجنبي المباشر للعمل على اجتذاب الاستثمار الأجنبي الذي يضيف قيمة الاقتصاد الوطني، حيث وصلت قيمة الاستثمار الأجنبي في الربع الثاني من العام الجاري 12.759 مليون دينار بحريني، كان لها الأثر الكبير في نجاح القطاع الخاص القيام بدوره. واستكمالا لتلك المبادرات طلبنا في الغرفة بزيادة القوة الشرائية لسلع قطاع التجزئة كونها الحافز الرئيسي المتاح على المدى القصير للاقتصاد الوطني، وتحسين نوعية الخدمات وخفض الإنفاق الحكومي وتنويع مصادر الدخل وزيادة مشاركة القطاع الخاص المحلي وتحسين ميزان المدفوعات. نعم السيد خالد نجيبي النائب الأول لرئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين، شكرا جزيلا لك.